أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وفي عاد إذ أرسلنا
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إني لكم منه نذير مبين والسماء
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والسماء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما
فتول عنهم فما أنت بملوك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذلك ما أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو
أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله.